مدارس الانترناشونال. السنة دي أنا معاكم في سلطنة عمان. بالنسبة لكتاب البيان، كتاب هايل، في امتحانات سنوات سابقة في كل المواد، فبالتالي يعني اقتنوا هذا الكتاب بحيث إن أنتوا تحلوا فيه. بالنسبة لمادة الفيزياء، هي جميلة، بس لو حضرتك لو بدأت تشوفها عملي عن طريق هوريكم أمثلة احنا بنحل. احنا ان شاء الله هنحل الاختبار اللي قدامنا اللي هو في كتاب البيان، اللي هو امتحان 2022 2023. هنبدأ خطوة خطوة مع بعضينا. بالنسبة للمراجعة الامتحانية يا شباب، هنبدأ نحل مع بعض خطوة خطوة. بالنسبة في ناس كانت بتسأل على الخاص، هو انت مستر هتشرح اخر 3 وحدات؟ لا، انا هبدا احل اسئله، وكل ما يخص الوحدات هنشرحها بالتفصيل، تمام؟ واللي عايز يسال سؤال انا معاكم، يعني خطوه خطوه هنسال ونشوف، خطوه خطوه هنسال ايه ونشوف الموضوع نتناوله على حسب السؤال اللي جه معانا في الامتحانات السابقه. يلا بينا هنبدا يا شباب، يلا بينا. احنا معانا بعض القوانين، حتى ممكن يقرا القوانين عشان اتاكد بس ان الشاشه متشيره ولا لا. ممكن اي حد يفتح المايك ويقرا ايه الشاشه الموجوده. ايوه، تمام، القوانين والعلاقات. خصائص الموجة: تمام. البي تساوي لمدة الإف، والإف تساوي 1 على تي. تي كابيتال، صح؟ أيوه تمام. يعني ايه اف؟ معناها تردد، تردد يعني فريكوانسي، تمام. 1 على تي، تي يعني زمن دولي، يبقى التردد يساوي مقلوب الزمن الدولي. طب في يعني ايه في؟ ممكن حد يقول لنا، يفتح مايك ويقول سرعة الموجة، سرعة الموجة. برافو. ولامدا طول الموجي، طول طول الدولي، الموجي تمام. برافو. واف تردد. تردد. برافو، ممتازين. وده نسميه قانون انتشار الموجة، أو نسميه القانون العام لانتشار الموجة. إيه؟ السرعة تساوي لامدا ضرب الفريكوانسي، لامدا اللي هي طول الموجة مضروبة في التردد هيديني سرعة الموجة. بعد كده في المحولات الكهربية اللي هو نسميه ترانسفورمر، وده هنتكلم عليه باستفاضة في الآخر، مش هتكلم على القوانين دلوقتي. هنبدأ الاختبار الأول في كتاب البيان. الاختبار الأول موجود هنا، هو بيقول أي من الموجات الآتية يمثل موجات طولية؟ اللي يعرف أول واحد يفتح المايك ويقول، اتفضل. صوتية. طبعا الموجات الطولية ممكن منها الصوت، صح كده؟ طب هسأل، الموجة المائية، موجة المية، أمواج المية طولية ومستعرضة؟ مستعرضة. طب مستعرضة. ليه مستعرضة؟ تتكون تتكون من قمم واقعين، وإيه تاني؟ الموجة المائية. مزيج بين الطولية والمستعرضة. الموجة الطولية اللي هي الصوت بتبقى بيحصل فيها ايه؟ تضغط تخلخل. تضاغط تخلخل. برافو عليكم، تمام. هنا هو عرفناها موجة صوتية عشان بتتكون من تضاغطات وتخلخلات، تمام. موجات الميكرويف هل طولية ولا مستعرضة؟ مستعرضة. 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 بس هسأل سؤال، هي موجة مادية ولا غير مادية؟ مادية. لا، غير مادية. الميكروويف غير. أشعة غير مادية. مادية. غير إيه؟ مادية. أحاول أعمل حاجة، الصورة قدامكم صح؟ الصورة كبرت عندكم ولا لأ؟ بس عشان أتأكد. نفس دلوقتي الحجم. نفس الحجم؟ يعني انا لو بكتب دلوقتي مش باينه. لا مش باين. تمام، اوكي. طب خليكم معايا ثواني ونكمل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول الشكلان A و B يمثلان ظاهرتين من الظواهر المرتبطة بالموجات. هنا ايه هي ظواهر الموجة او الخصائص العامة للموجة؟ حد يعرف يقول؟ الانعكاس، الانكسار، الانعكاس والانكسار. برافو. وايه تاني؟
والحيوان. والحيود. اوكي يبقى هنا تمام، وفي تداخل صح كده. طيب مين فيهم موجة، مين فيهم انعكاس ومين فيهم انكسار؟ يعني ايه فيهم؟ ايه انعكاس ولا بي الانعكاس؟ بي ايه الانعكاس وايه الانكسار؟ برافو عليك، على اساس ان هنا في وسطين مختلفين، في ايه، في ماء عميق وفي ماء ايه ضحل، تمام. يبقى وسطين مختلفين. انكسار الضوء هو ايه؟ الانكسار الضوء هو تغير مسار الضوء عندما ينتقل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية. أما الشكل بي لو لاحظت معايا، لو شعاع سقط كده أهو هينعكس بالشكل ده وهكذا، فهنا في حاجز بيسقط عليه الضوء فينعكس. تمام، أوكي. بالنسبة للشكل اللي قدامنا ده، أنتوا إيه رأيكم فيه؟ الشكل المقابل يمثل موجة مائية تعبر فجوة في حاجز، ما اسم الظاهرة التي حدثت للموجة؟ حيود. حيود. تكامتا لو الفتحة الدايمنشن بتاعها أو الأبعاد أقل من الطول الموجي للموجة المستخدم، يبقى في شرط للحيود. طيب أنتوا عايزين تعرفوا الحيود صح؟ تعالى نشوف حاجة كده جميلة لموضوع الحيود. شو السؤال؟ هنشوف، هنعمل حاجة عملي كده للحيود. أولا تعالى نفهم مع بعض يعني إيه تداخل. يعني إحنا لو بنتكلم على الموجة، فمثلا موجة مية بالشكل ده، ولو ضوء، لو صوت بشكل هكذا أهو، تمام. ولو ضوء نفس الكلام، ده لو موجة واحدة. إنما لو هنتكلم على التداخل بنسميه انترفيرنس، الكلمه اللي من تحت دي. انتوا شايفين حاجه؟ متهيألي ما انا مش مشير، انا اسف ان انا مش شيرتش. انتوا عايزين تشوفوا صح؟ ثواني خليكم معايا ثواني. خليكم معايا شوية، أنا كده شيرت اللي أنا عايز أعمله. بصوا معايا يا شباب، أنا بالنسبة لو مصدر واحد زي ده مثلا، يبقى ده مصدر واحد، تمام. ممكن يكون مية، ممكن يكون صوت، ممكن يبقى ضوء. إنما عشان يحدث تداخل لازم يبقى فيه مصدرين، تمام، مصدرين بالشكل ده فيحصل تداخل، تمام معايا يا شباب. معك معك والتداخل هو نوع، يعني الحيود والتداخل لا يوجد فرق جوهري بينهم، لأنهم التداخل الضوء وحيود الضوء ينتج من ظاهرة تراكب الموجات. تراكب ايه؟ الموجات. فاحنا هنا لو هنتكلم على موجات، فهي كده بتدخل الموجات بنفس الشكل، تتداخل مع بعض وهكذا. الفكرة هنا بين المصدرين دول، أنا بسميهم المسافة بين المصدرين دي بسميها separating distance، أو المسافة الفاصلة بين المصدرين. اللي أنا بيبقى هنا في كلمة separation، فأنا لو كبرت separation كده أهو، أو أقلل separation، المسافة الفاصلة، تمام؟ يبقى بالشكل ده، ماشي يا شباب؟ تمام. تمام يا شباب. لو احنا بدأنا نتكلم على مثلا هنا هو موجات ميه مثلا بالشكل ده، ده مولد ذبذبات او موجات ميه، هنعمل جراف. هنا في فتحه واحده صح، فهنا الموجه كانت طالعه بالشكل ده لما قبلت فتحه بكت نص نص ايه، نص دايره صح. طب لو انا عملت مثلا فتحتين زي كده، بيحصل ان نص الموجه اللي هنا ونص الموجه اللي هنا بيبداوا يتداخل،
قمة مع قمة وقاع مع قاع، فبيحمل مواضع تداخل بناء وتداخل هدام. فاهمين الفكرة؟ ايوه طيب دلوقتي أنا لو المسافة دي، المسافة بين الفتحتين اللي هي دي، كبرتها، إيه اللي يحصل؟ يقل الحيوط. هو احنا دلوقتي شغالين في التداخل، لسه ما عملناش الحيوط. هلا اوريكم شكل الحيوط اكتر. تمام، يبقى انا عندي لو لامدا، لو المسافه قلت، لو المسافه هنا زادت، هيحصل ان الحيوط هيبقى اكثر وضوح. طب لو مسافه قلت، أقل المسافه بدأت تقل، بالعكس هيقل أقل الوضوح. وضوح. وهكذا. تعالى نشوف يعني ايه حيود. الحيود هو الشكل ده. بص شايف، احنا عندنا هنا مصدر ضوء هينزل كده اهو خلال هذه الفتحة. هنا في فتحة صغيرة خالص، فعملت هنا كور حيود، هنا اكبر. معايا؟ هنا انا الصورة اللي فوق دي احنا تحت مكبرين. لو انا بدأت هنا المسافة هنا بدأت اكبر، ايه اللي يحصل؟ الحيود يبان ولا يقل؟ يقل يقل. طب لو عملت كده اهو، لو المسافة قلت، الحيوط ايه؟ يزيد يزيد. وهكذا. دي أسئلة هنشوفها عملي. احنا حبينا نوريكم الفيديو يعني بإيه؟ عملي، عشان تعرف تجاوب على الأسئلة ما تنساهاش. يبقى هنا اهو مين يجاوب السؤال الأولاني؟ ثانية واحدة أعمل إعادة عرض. نعمل إعادة عرض يا شباب. أهو السؤال هنا هاشم بيقول ايه؟ الشكل المقابل يمثل موجة مائية تعبر فجوة في حاجز، ما اسم الظاهرة التي حدثت للموجة؟ حيود. تمام، برافو. طب بالنسبة ماذا يحدث لانحراف الموجة عند تقليل عرض الفجوة؟ تكون أكثر انحيازا. يعني يزداد الحيوط ويظهر. تمام، اوكي، تمام. طيب خليكم برضو معايا، هحاول اشير البي دي اف نفسه يمكن يبقى اوضح، او مش انتوا شايفين كده الكلام ولا لا يا شباب؟ لا مش واضح، هحاول اعمل البي دي اف اكتر. وانا هعمل فيديو لا اصلا، هعمل فيديو مسجل لوحدي بعيد عن الفيديو ده، بحيث ان انا اجاوب الامتحان تاني ليكم، بحيث ان انتوا تشيروه، يبقى الاجابات على طول مختصر عن طريق اللي انتوا سمعتوه، يبقى تسمعوا الاجابات على طول تاني. طيب هنحاول مع بعض نشوف. نشوف مع بعضينا حاليا يا شباب، خليكم معايا. كده انتوا شايفين اكتر، حاجة كبيرة اكتر كده، انتوا شايفين اكتر صح؟ تمام يا شباب. طيب يلا بينا نكمل ونشوف السؤال التاني عن الموجة وعن طول الموجة وعن التردد والحاجات دي. فحد يقرأ السؤال؟ اتفضلوا. الشكل الآتي يمثل موجة ترددها 100 هرتز تنتقل من النقطة B إلى النقطة C. تردد تمام، بالنسبة هنا 10 تعريف التردد. تمام، احسب طول الموجة والتردد. بالنسبة للمسافة بين البي والاس كم متر؟ 24 متر. يبقى دي احنا ممكن نسميها اكس، ممكن نسميها ايه يا ولاد؟ اكس، اللي هي المسافة كلها ب 24 متر. طيب بالنسبة هنا، هنا قمة صح؟ عندي بي ودي قمة، يبقى المسافة بين القمتين دول
طول موجي كامل ولا نص طول موجي؟ نص نص الموجة كاملة. موجة كاملة. المسافة بين قمتين متتاليتين هي طول موجة. ليه؟ بص خلي بالكم معايا، أنا لما أجي أعمل موجة بالشكل ده، مش دي موجة؟ يبقى في ربع فوق، ده حيث هنا أهو، والحيث هنا أهو، يبقى نص. هنا تلات أرباع، هنا إيه؟ موجة كاملة، تمام؟ لو أنا عملت بقى، جيت من فوق، آدي الربع، كده الربع تاني، يبقى كده نص، كده كام؟ تلات أرباع، وكده أربع أرباع، يعني كام؟ يعني موجة كاملة. يبقى أنا الشكل ده اللي أنا بزهق عليه هو إيه؟ موجة كاملة. موجة كاملة ولا لأ؟ كامل تمام كامل تمام آدي موجة، آدي التانية، تمام، آدي التالتة، آدي الرابعة. يبقى أنا عندي المسافة إكس دي كام موجة؟ أربع أربع موجات. موجات. عشان كده أنا ممكن أكتب إكس يساوي إن لامدا، إكس يساوي إن لامدا، إن تبع عدد إيه؟ الموجات، بيساوي 24. طب يبقى طول الموجة الواحدة كام؟ 6 سنتيمتر. اللي هي إكس على كام؟ ستة اللي هي 24 على كام؟ على عددهم أربعة، على 4 تطلع يساوي ستة 6. متر. برافو، ممتازين. يبقى الطول الموجي هنا هو لما يقول لي احسبه، بكتب له، اكتب له لامدا يساوي المسافة لأن الكلية. عارف إن النقطة، أيوة، لأن عارف إن النقطة هنا أعطيني مسافة كلية، مسافة كلية اللي هي ال 24 متر، دي عبارة عن عدد من الأطوال الموجية. فعشان كده ها بنقسم المسافة الكلية على عدد الموجات، يديني طول الموجة الواحدة. وبالتالي يا حبايبي يبقى هنا ها نكتب 24 على عددهم 4 ويساوي 6، واكتب متر وحدة القياس. طب بالنسبة مثلا لما يقول لي عرف التردد، ايه التردد؟ هو يساوي ايه؟ تقسيم مين على مين؟ عدد الموجات عددهم عدد عدد. الاهتزازات في الثانية أو عدد الموجات التي تعبر في حلو الاهتزاز. حلو. لو احنا بنتكلم على موجات، يبقى ده عبارة عن تردد الموجة. لو بتكلم على اهتزازات، بتكلم بقى على حركة اهتزازية. يبقى معايا؟ يبقى انا التردد هو عبارة عن عدد حاجة فوق تقسيم الزمن. يبقى ايه التردد؟ هو عدد الموجات الحادثة في على الزمن الحادثة في زمن قدره كم ثانية؟ واحد واحدة ثانية. واحدة واحد يبقى ثانية واحدة. يبقى التردد هو عدد الموجات الحادثة في زمن قدره 1 ثانية. برافو عليكم، ممتازين. طيب بعد كده بيقول لي احسب سرعة الموجة. احسب سرعة ايه؟ الموجة. شد، هو هنا قال لي الشكل الآتي يمثل موجة ترددها كام هرتز؟ 100 100 هرتز. يبقى اعطي لي هنا ها قبل الرسمة كلام اللي هو اعطي لي التردد، وفي الرسمة انا استنتجت طول الموجة. طب بالنسبة لسرعة الموجة مين يفكرني بيها؟ سرعة الموجة؟ لمدة على الاف. لا، لمدة ضرب الاف. لامدا ضرب الاف. بص يا شباب، ايه السرعة؟ يعني فيلوسيتي. يعني ايه فيلوسيتي؟ يعني السرعة اللي هي الفي تساوي ايه؟ لامدا مضروب الاف اسمه في ايه؟ الاف اللامدا هنا يا حبايب عبارة عن مين؟ الطول الموجي اللي هي طلعت كام متر؟ 4 متر. 4 ولا 6؟ 6. برافو، 6. انا احب الناس الصحية. برافو عليك. 6 ضرب كام يا ولية التردد؟ كام هرتز؟ 100 100. يبقى يطلع 600. مين يقول لي وحدة قياس السرعة؟ متر على الثانية. متر على ايه؟ على الثانية. برافو عليك، ممتاز، تمام كده. طيب بعد كده حبايب تعالى نكمل بعد كده باقي الشغل بتاعنا. اكمل الجدول الاتي ب، أستاذ أنت نسيت سؤال، نسيت سؤال؟ أي سؤال أحسب نسيت؟ طول الموجي.
ما انا حسبت الطول اسمي الموجي، انا حسبت انت دخلت الوقت ولا ايه؟ احنا مش قسمنا ال 24 اللي قدامنا دي، ال 24 قسمناها على عدد الموجات. قسمنا ال 24 على كام موجة؟ هاتي موجة، هاتي الثانية، هاتي الثالثة، هاتي الرابعة. وقلنا لامتا يساوي اكس على مين؟ على ان. اكس على مين يا ولاد؟ على ان. الطريقة هذه نستخدمها لو ما أعطانا السرعة. انا حسب المعطيات، احنا هنا الرسم اللي عطهولي عطيلي ايه؟ مسافة، وعطيلي ان انا اجيب عدد الموجات. هاتي موجة التانية، ايوه التالتة الرابعة. فاكس يساوي ان لامدا، احفظ معايا اكس يساوي ان ضرب لامدا. يبقى لو عايز لامدا يبقى اعطيلي مسافة كلية على الرسم، وانا اعطيلي برضه عدد الموجات بجيبها من الرسم، يبقى اكس على ان. يبقى 24 على كام؟ على 4 يديني 6 متر. بعد كده لما يبقى عايز السرعة، ال velocity السرعة، السرعة تساوي ايه؟ لامدا مضروبة في الاف. تمام، برافو عليكم، لامتا مضروبة في ايه؟ في ال F. بس يبقى هنا ها احنا لما نيجي نتكلم على السرعة يا حبايبي، يبقى هنقول طول الموجي مضروب في مين؟ في التردد. التردد كان كام؟ 100. وطول الموجي وصلنا لمتر كام؟ بستة، 6 ستة متر. يبقى هنا ها نضرب ده بده ويديني وحدة قياس السرعة. مين يقول لي وحدة قياس السرعة؟ متر على الثانية. متر. تمام، برافو عليكم، ممتازين. بعد كده السؤال الخامس، أجمل الجدول الآتي بكتابة نوع الأشعة المستخدمة. هنا ها صناعة الألياف البصرية، الأشعة اللي هنستخدمها فيها هي عبارة عن إيه؟ ضوء المرئي. ضوء المرئي. ضوء المرئي. تصوير العظام يا حبايب، سيني. أشعة سيني. السينية أو اسمها أشعة إكس. تمام، علاج السرطان، أشعة جاما. أشعة جاما. جامعة. لا برافو، حافظين النظر. طب فحص الأمتعة في المطارات، أشعة جاما. أشعة جاما تاني؟ لا 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 لا، مش جاما، سينية. أشعة سينية، سينية. سينية أو أشعة إكس. تمام، لما نيجي بعد كده نشوف السؤال التالت. السؤال التالت بيقول، حتى يقرأ اتفضلوا، أي حد يفتح المايك ويقرأ اتفضل. الشكل الآتي يوضح ترتيب المناطق المختلفة للطيف الكهرومغناطيسي: الموجات X الأشعة تحت الحمراء، الضوء المرئي Y، الأشعة السينية Z، تمام ألف الذي تمثله الرموز X Y Z. تمام يبقى احنا هنا يا شباب عايزين نتكلم على الطيف الكهرومغناطيسي. الموجات الكهرومغناطيسية يا شباب، ده المراجعة دي للمنهج كامل. دي تم امتحان، وفي امتحان تاني ان شاء الله لو بنحله في وقت تاني ان شاء الله، ونحل اللي عايز موضوع معين هنشرح. احنا عندنا في الامتحان 25 سؤال، احنا لسه في اول ستة، فلا تقلق. ولو عنده اي سؤال يا شباب انا هكتب لكم الارقام بتاعتي على الواتس، فانت ممكن تبعت السؤال هكتبها لك دلوقتي برضو. إكس بتكون موجات الميكروويف، والواي بيكون الأشعة فوق البنفسجي، ايوه والزد أشعة جاما. برافو برافو، ممتاز. انا بالنسبه لهنا الضوء المرئي فبيبقى ريد. ريد يعني ريد احمر، ايوه. بعد كده اورنج، يبقى احمر بعد الاحمر مين يقول؟ برتقالي. بعد كده أصفر، يولو، تمام، اصفر، أخضر، يبقى أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. تمام. يبقى الاغنيه بتاعتها اللي هو الالوان، احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي، ريد، اورنج، يولو، جرين، بلو، انديجو، فايوليت. فيوليت يعني بنفسجي، يبقى هنا اولنا ريد واخرنا ايه؟ في. هنا بقى الترا فايلوت يعني يو بي، اسمها الترا، الترا يعني حاجه فوق، فايلوت يعني ايه؟ بنفسجي.
طب الأشعة تحت الحمراء يبقى انفرا، يبقى اي انفراريد، اي ار. انا بقول لكم الاختصارات بتاعتهم عشان تبقوا عارفين اليو في يعني ايه الترا فايولت. طب اي ار تحت حمراء يعني انفراريد. تمام، انا لو همشي كده اهو يا شباب، خلي بالكم الطاقه بتزيد والتردد بيزيد والطول الموجي يقل لو انا يغد ناحيه اشعه جاما. تمام، اما لو رجعت قبل اشعه الحمراء وموجات الراديو في المايكرو ويف. تمام اوكي. طب يبقى احنا هنختار ايه يا شباب، الاختيار الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ رابع الرابع، برافو كده نظل للجزء. آخر واحد. تمام يا حبايبي، ممتازين، برافو، اكسلنت. كنت هكتب لكم الارقام يا شباب وخدوها سكرين من دلوقت. ثانية واحدة نكتب الرقم بحيث ان اللي عنده اي سؤال في الفيزياء ممكن يصور ويبعت وانا هرد عليكم ان شاء الله. الرقم الاولاني يا شباب هو عبارة عن أستاذ أنت ممكن تكتبه في المحادثة. لا هكتبه دلوقتي على طول، 7759 تمام. 6408. أبو سيف يا شباب، ده رقم عمان، في برضه رقم الواتس 010 6، وده أساسي خالص اللي هو الرقم ده 010 6 4 5 7 9 4 3 7، وسيف باسم مستر وجيه المصري. أي فيديوهات ببعتها لكم يا شباب هتلاقوها ليها القناة بتاعتي، فأنت ممكن تدخل تعمل سبسكرايب يعني الحاجات اللي احنا كنا بنشتغل عليها، وربنا يسهل ان شاء الله نحط لكم المناهج كلها بتاعت الفيزياء لسلطنة عمان. احنا شغالين لغات وعربي، يعني احنا بنشتغل المناهج الانترناشونال في الاساس. دي الارقام وخدوها سكرين يا شباب وسيبوا الرقم معاكم. يلا نكمل السؤال اللي بعد كده. حدد نوعين من الموجات لديهما ترددا اعلى من الاشعه فوق البنفسجيه. احنا لسه قايلين مين يقول؟ الأشعة السينية وأشعة جاما. تمام، يعني احنا رايحين ناحية اليسار، اليسار صح كده؟ تمام، ترددات أعلى، احنا رايحين ناحية أشعة جاما وطاقة أعلى. طيب سؤال هنا بيقول إذا كانت سرعة موجات الراديو في الفراغ 3 × 10^8 متر على الثانية، كم تكون سرعة الأشعة تحت الحمراء في الفراغ؟ بتكون نفس الإجابة، 3 ضرب 10. برافو، ممتاز، إكسلنت، ممتازين. تمام، ندخل على السؤال اللي بعد كده. يبقى كل الطيف الكهرومغناطيسي بيشترك انه يمشي بسرعه الضوء. سرعه الضوء بيرمز ليها بالرمز سي يا اولاد، بيرمز ليها بالرمز ايه؟ سي. سي اللي هي سرعه ايه يا اولاد؟ سرعه الضوء الفراغ 3 × 10^8 متر على ايه؟ على الثانيتين، من الثوابت الكونيه، من الثوابت ايه؟ الكونيه. اي سرعه في اي وسط نسميها في، في واحد، في اتنين. طب الفي واحد دي لو كانت سرعه الضوء في الفراغ او في الهواء يبقى نسميها سي. خلاص، معنى 3 × 10^8 يعني 300 ألف، 300 ايه؟ ألف كيلومتر في الثانيه. تمام يا شباب، 300 ألف ايه؟ كيلومتر في الثانيه. بعد كده، بعد كده يا حبايبي يلا بينا نكمل الشغل بتاعنا. الشكل اللي قدامي، مين يقرا السؤال؟ اتفضل. أستاذ أنا عندي سؤال، اتفضل. هي السرعة 3 × 10^5 دي سرعة حاجة من موجات الضوء؟ ثانية واحدة طيب، هقول لك أنت قلت كام الرقم؟ ثلاثة. 3 × 10^5 اديني بقى كمالة، وحدة القياس، متر على الثانية ولا كيلو متر؟ مش فاكر والله، هي كانت جاية لي في امتحان كنت تمام بحله. تمام كيلو متر على الثانية، برافو. ده سؤال وجيه على اسم أنا، اسمك أنت؟ عبد العزيز ولا مين؟ مروان. مروان بص يا مروان، بص يا حبيبي، هنا دي سرعة الضوء في الهواء أو في الفراغ 3 × 10^5 كيلو متر كل ثانية. تعال فك كلمة الكي، يعني ايه كي؟ كيلو. كيلو الكيلو بكام؟ صفر. ثلاثة ألف كام؟ متر
تمام، يبقى هنا 3 في 10 أس 5 في 10 أس 3 متر على الثانية. متر على إيه؟ على الثانية، صح كده؟ التلاتة تنزل، وهنا هنضرب أساسات متحدة، صح؟ 10 و10 يبقى هناخد 10 واحدة فيهم، ونجمع 5 و3 ثمانية. 8 متر على الثانية، يبقى دي سرعة الضوء. يبقى الرقم ده حسب وحدة القياس. ده سؤال ذكي من المستر، بيشوفك انت مركز في وحدة القياس ولا لا. دي صح ودي صح، بس احنا في المسائل نشتغل بالنظام الدولي. المسافة يا ولاد تبقى بايه؟ بالسنتيمتر ولا بالمتر؟ بالمتر. متر. والزمن ثانية. بالثانية. ثانية. تمام، والطول، الطول احنا قلنا ان هي بالمتر، فاضل مين تاني؟ مسافة وزمن وكتلة. الكتلة بايه يا ولاد؟ بكيلو جرام. السرعة. لا احنا بنتكلم عن الحاجات الأساسية. والسعة. ايه؟ يبقى انا لما اقول طول حاجة، السعة السعة. لما اقول ساعة يبقى هي مسافة، صح ولا لا؟ ساعة الموجة يبقى مسافة، يبقى تبقى بالمتر تبع العيلة، نفس العيلة. ساعات المعلمين او الامتحانات يلعب في وحدات القياس، فيجيب لك اختيارات يبدل لك في وحدات القياس، بس انت لو بتحل في مسائل بتشتغل بالنظام الدولي، تمام؟ انما على حسب تمام. الاختيارات، هشتغل بنظام دولي في الاول بعد كده احول، ودي هنحل كتير على الكلام ده، ما تقلقوش يعني. طيب كده تمام، نشوف السؤال ده اللي معانا، سؤال طار خالص. هنا هو بيقول اكتب نوع الأشعة التي يمثلها كل ساعة. دلوقتي هنا هو في جهاز إرسال عايزين نفسها. موجات الراديو والمايكرويف. تمام تمام مش شباب، مش موجود. تمام، بالنسبة هنا ها في الأول ده عبارة عن جهاز التحكم اللي هو الريسيفر، صح؟ اللي أنا بتحكم في القناة اللي هتيجي هنا أهو. عندي هنا أريال أو هوائي اللي هو وايرلس، تمام؟ عندي هنا جهاز الإرسال اللي هو مثلا نذكر نقول جهاز الإرسال اللي بنشوفه في الشارع اللي هو بيجي من مبنى الإذاعة والتلفزيون في الأصل. فإحنا هنا أشعة بي دي اللي هتنزل على الهوائي، كهرومغناطيسية ولا مش كهرومغناطيسية؟ مغناطيسية. كهرومغناطيسية. طيب وجهاز التحكم طيب بيطلع إيه عشان يتحكم في التلفزيون؟ أشعة برضه أشعة تحت كهرومغناطيسية. الحمراء. تمام، حلو خالص. طب نوع الأشعة بقى التي يمثلها كل سهم بقى، عايزين التخصص بقى. الراديو والميكروويف. أنا عايز إيه؟ هتسموها إيه؟ أشعة تحت حمراء؟ تحت الحمراء. تحت الحمراء. تمام، وبي يا بنات؟ حتى من البنات. راديو. تمام، الأشعة المايكروويف. أشعة الراديو. تمام، أشعة الراديو اللي هي أشعة. تمام، أوكي، برافو عليك. طب ما هو النطاق اللي نقدر نقول عليه التقريبي لأذن الإنسان؟ كم كيلو هرتز؟ من كم لكام؟ مين يقول؟ من 20 عشرين ل 20 ألف. لعشرين ألف. تمام، من 20 ل 20 ألف. طب انا لو انا عايز العب عليك هنقول من 20 ل 20 الف اللي هي الاجابه دي، صح؟ من 20 الى 200 كيلو. لا، ال 20 20 الف صح الاجابه بتاعت اصحابنا يا شباب، هي بالضبط في الوحدة كيلو هرتز. يبقى هرتز هرتز. تمام يا حبيبي. يعني هنا هي الاجابه الاولانيه صح اللي انا بشاور عليها دي بالماوس. اوكي صح طيب، اوكي صح يبقى الإجابة دي. طب لو كتبت من 20 مثلا هرتز إلى 20 برضو، بس كتبت كيلو هرتز، تنفع ولا لأ؟ ايوه تنفع، برافو، ممتازين، إكسلنت يا شباب، برافو عليك، متميزين. طيب يلا نشوف الأسئلة اللي بعد كده، أكمل أجهته الآتي من خلال كتابة المصطلح العلمي. منطقة من الموجة الصوتية تتقارب فيها جزيئات الوسط. مين يعرف يجاوب؟
تضغط. تضغط. تضغط، تمام. واللي بعديها العكس، تتداخل، تخلخل. تخلخل، برافو. طب تخلخل. انعكاس الصوت عن سطح القلب، الحيوط. الانعكاس. انعكاس الصوت عن سطح صلب، سميه ايه؟ الصدى. سميه صدى، بس ليه شروط معينه. صدى الصوت، تمام. ما ينفعش اقول انعكاس يا ولاد، هو لما كاتب لي انعكاس هل هكتب له انعكاس؟ لو كتبت انعكاس هتبقى غلط، يبقى ده صدى الصوت. انعكاس اي تكرار الصوت عندما يقابل سطحا عاكسا، وليه شروط. مين يقول لي ايه شروط صدى الصوت؟ حد يعرف؟ لازم يكون في حاجز. حاجز كبير، صح؟ اي صح. تمام. ايه تاني؟ المسافة تبقى كام متر؟ 17 مترا. 17 ايه يا ولاد؟ يعني اقل حاجة تكون 17 متر. اه. طب ايه السبب؟ يقول لك ان اذن الانسان عشان تميز الصوت وتكراره عايزة 1/10 ثانية. 1/10 ايه؟ ثانية، صح كده؟ دي معلومة. لما انا اكون هنا اهو والجسم الحاجز اهو اللي هيعكس مسافة 17 متر، الصوت هيروح ويجي صح؟ ذهابا وإيابا، يبقى كام متر؟ يبقى المسافة كده اهو 34 متر. معايا يا شباب؟ الزمن انا بقول عليه كام يا اولاد؟ 1/10 ثانية، الزمن اللي انا تحقيق عن 100. طب يبقى السرعة تساوي ايه يا اولاد؟ مين يقول لي؟ اكس على مين؟ على التي. تمام. ايه السرعة تساوي مسافة على زمن. المسافة ذهابا وإيابا 34 متر على 1/10 اللي المفروض الإنسان يقر الوتن بتاعته تميز، تطلع كام يا حبايب؟ 340 متر على الثانية. دي سرعة الصوت في الهواء، رقم ثابت. أنا ثبتها بالأرقام. طب يا مستر، أنا ساعات أبقى في الحمام مثلا وباخد شاور ويتلاقي فيه حاجة تزن كده، صح كده؟ صح. آه، ده السؤال اللي أنت كنت عايز تسأله. حد كان عايز يسأل السؤال ده؟ عايز يقول مفيش مسافة 17 متر. أنا عايز هقول لك لازم تفرق بين الصوت وصدى الصوت بتاعه الحقيقي وبين التكرار البسيط اللي هو انا عايز اقول يا محمد يرد عليا كلمة محمد، فاهمني؟ هل لما بتقول مثلا يا فلان انت في مكان ضيق كده، ها، هل بيرد عليك بنفس الصوت؟ كلمة انت بتنادي كلمة، يعني انا حاليا انا في اوضه صغيره خالص، فبيبقى فيه رنين شويه، رنين ولكن ليس صدى صوت. الصدى هو تكرار، الصدى هو ايه يا اولاد؟ تكرار الصوت بالفعل. تكرار الصوت ايه؟ بالفعل. اوكي، فهمنا الفرق يا شباب؟ هو لو ايوه. انا لا، ثواني، انا لا احنا مش سامعين، الانترنت مش شغال. لو سمحت مقطع صوت كم قولي السؤال تاني يا نهله. ما فيش مشاكل يا نهله، احنا مش سامعين. عايزه تكتبي كتابه، ماشي. عايزة تكتبي، هتكتبي كتابة، ماشي، قولي. ولا بعدين، أو بعدين سؤال خاص عشان الإنترنت عندك ضايع. نكمل باقي الشغل يا شباب، يلا بينا. مستفيدين يا حبايب؟ نشوف السؤال الخامس يا حبايب، مين يقرأ؟ اتفضلوا. قارن بين الصوت الرفيع والصوت الغليظ من حيث التردد.
مبدئيا الصوت الرفيع هو صوت المرأة، الصوت الغليظ صوت الرجل. لو هنتكلم على الصوت الرفيع، الرفيع اللي هو الحاد الأكثر حدة، ممكن نقول صوت العصفور. الصوت الغليظ نقول صوت الأسد. يبقى أنا لازم تبقى عارف إن الصوت الرفيع والصوت الغليظ هو يقصد الأكثر حدة هو الرفيع، والأقل حدة هو الغليظ، وبالتالي هو مرتبط بالتردد. مرتبط بإيه؟ بالتردد. مرتبط بإيه يا حبايب؟ بالتردد. يكون التردد أصغر. الرفيع أصغر ولا أكبر؟ رفيع رفيع تردده أكبر. برافو، ممتاز كده، أنت ممتاز. مين معايا؟ مروان. تمام، يبقى هنا أكثر ترددا. ليه بنقول أكثر وأقل؟ عشان مرتبطة بالعدد، التردد مرتبط بعدد الموجات. تمام؟ رقم 7، حتى يقرأ السؤال اتفضل. يلا يا شباب بسرعة. الشكل المقابل، الشكل المقابل اتفضل كمل. يوضح الشكل المقابل يوضح شمعة مضيئة ثم وضعها أمام سماعة تصدر صوت عالي. لوحظ اهتزاز لها بالشمعة بفعل الموجات الصوتية. أي من البديلين الآتيين يمثل اتجاه اهتزاز لها بالشمعة؟ تمام، هي هتهتز ايه؟ سماعة عن صوت، تضافت شخصية وتخاذل. بتكون الإجابة أول شيء، أول أول شيء واحد. اللي هو يسارا ويمينا، برافو، ممتازين، هو الإجابة دي. تمام، برافو. بحيث إن اتجاه انتشار الموجة كده، والشمعة هتهتز يسارا ويمينا، يبقى في نفس الاتجاه. تمام، في الاتجاه الأفقي. بعد كده رقم 12 بسرعة يا شباب، حد يقرأ؟ لو قريت اقرأ تاني عادي براحتك. الشكل الآتي يوضح عاملين القومان بفحص سكة حديدية حيث يقوم أحدهم بترك الخطبة. ما تمام، الصوت الأسرع اتقان للعمل في الطرف الأرضي؟ طبعا اللي عبر السكة الحديد. ليه؟ سرعة الصوت في الهواء أقل من السائل، من المية، وأقل من المادة الصلبة. سرعة الصوت في الهواء تقريبا 300 340 متر الصلبة. على الثانية، صح؟ طب بالنسبة للمادة السائلة يا حبايب، في حدود 1500، أرقام ثابتة. طيب بالنسبة للمواد الصلبة بقى، تبقى أكبر من الأرقام دي. أوكي؟ طيب نشوف السؤال بعد كده، فسر إجابتك. ليه الصوت أسرع في المواد الصلبة؟ حد يعرف يقول؟ لأن الصوت أسرع في المواد الصلبة. طيب أنا لو حبيت بقى أقول لك بقى تكتب إجابة أكثر نموذجية. لأن الصوت ينتقل عبر الأوساط المادية. تمام، وجزيئات المادة الصلبة مالها؟ متقاربة. جنب بعض، متقاربة، يبقى توصل أسرع ولا لأ؟ أما أيوه. الهواء مسافات أبعد، فمن ما يوصل ياخد وقت. فهمناها؟ أنا عايزكم في الفيديو تتأملوا أكتر، برافو عليكم ممتازين. ربنا يبارك فيكم، شباب المستقبل، التعليم مستقبل يا شباب، ربنا يكرمكم. طيب، سؤال جميل عن درس رسم الذبذبات. والدرس ده بدايته من الصف الثامن. السؤال هنا بيقول الشكل الآتي يمثل موجة تظهر على جهاز رسم الذبذبات عند توصيله بمولد إشارة. فهنا طلع الإشارة أهي. طب عندنا كام موجة؟ تعالى نعد مع بعض، ممكن؟ هاتي موجة، هاتي التانية، هاتي أربعة. التالتة، هاتي أربعة. الرابعة، حيث هنا صح؟ ونص. عرفتوا ليه حبيت أنا أعد؟ أنا هنا ها، حيث هنا أول موجة، تاني موجة، تالت موجة، رابع موجة، وربع ونص. طيب السؤال مش محتاج الكلام ده اللي احنا نعد، بس حبينا ناخد مهارة العد. السؤال الأولاني بيقول ارسم شكل الموجة، عايز ليها نفس حتة الصوت.
نفس حدة الصوت يبقى ليها نفس التردد، صح ولا ليها نفس السعة؟ تردد تردد ولا تردد السعة؟ لا الساعة تردد تردد لا التردد، الحتة مرتبطة بالتردد اللي هو رفيع وغليظ، يبقى لازم أرسم كم موجة يا أولاد؟ لازم أربعة ونص 4.5، ولكن شدتها أكثر. أي سعة ساعة السعة الانتنسيتي، احفظوا اللفظ ده عشان فيما بعد هتدرسوه في 11 و12، شدة الصوت اي وشدة التيار الكهربي اي. انتنسيتي اسمها ايه؟ انتنسيتي، يلا قولوها بصوت عالي يا شباب، اسمها ايه؟ انتنسيتي اسمها ايه؟ افتح الفرصة وقولوها. برافو انتنسيتي، انتينستي برافو انتنسيتي، مرتبطة تتناسب طريقتي مع مربع سعة الموجة مع الامبليتيود تربيع. ايه هنا اهو، مش معناها مساحة، معناها امبليتيود. امبليتيود يعني سعة الموجة. يبقى انا هنا اهو لاحظ معايا ان الساعة هنا اهو كم مربع؟ تقدر تقول لي مربع مربعين الثاني؟ تمام، مربعين. يبقى لازم ارسم كم مربع اكتر من مربعين. يبقى هتبقى الاجابة بتاعتنا يا شباب هجيبها لكم حتى من الباوربوينت، أتمنى إن أنتوا تشوفوها معايا. أهي يا شباب، إيه اللي حصل؟ هي نفس عدد الموجات، أدي موجة، التانية، أيوه، التالتة، الرابعة، بس ما فيش حاجة صح. ونص. أنا برافو عليك، برافو، قول لي يا مستر أعمل إعادة عرض، حاضر، برافو، آسف اللي أنا كويس ان انت قلت لي على اساس ان في حد عايز يدخل. مش عارف ندخل بدري شويه، ندخل في نفس الوقت. طيب نرجع لكلامنا ونعمل اعاده عرض، مشاركه عرض اخر. لاحظوا معايا يا شباب، اعتقد كده وصلت. ايوه وصل. هنا اهو يا شباب زي ما انت حضرتك شايف، هنا اهو ادي موجه، الثانيه، التالتة، الرابعة، ونص. يبقى نفس التردد، نفس الحدة، ولكن شدتها أعلى. تعال نشوف كم مربع. مربع الثاني كام؟ التالت. ثلاثة فهمتوها؟ طيب تعال نشوف السؤال اللي تابعه برضه. هنا نفس الكلام، قال لي إيه؟ ارسم شكل الموجة التي تظهر على رسم الذبذبات إذا كان ليها نفس الشدة ولكن حدتها اكبر. يبقى انا هرسم كم مربع طالما نفس الشده؟ هرسم نفس المربعين دول، صح؟ مربع التاني معايا، هرسم مربعين لفوق، مربعين لتحت، ولكن حدتها اكبر، يبقى ترددها اكبر، يبقى العدد يبقى عدد اكبر. الموجات أكثر. تعال نشوفها، يلا بينا. هيا الاجابه، شوف ركز معايا، هنا العدد اكبر ولا لا؟ أيوة أكبر. ايوه ولكن الشده اها صغيره، مربعين هم واخدين لبالكم؟ مربع التاني لو تحت، مربع التاني. تمام مش عارف فاهمينها؟ أيوة أستاذ أمين. طيب نشوف السؤال اللي بعده حبايب. السؤال اللي بعده ركز، بيقول لك ارسم الشكل الذي يظهر على رسم الذبذبات عند فصل مولة الإشارة. لو فصلت مولة الإشارة يحصل إيه؟ خط مستقيم. خط ايه الجمال ده، برافو. اسمك ايه؟ مروان. برافو عليك يا مروان. يبقى هنا هيقلب لي خط ايه؟ مستقيم. يبقى لازم ارسم له خط. ينفع ان انا ما ارسمش واقول ما مش باين؟ لا، لازم اعمل له خط مستقيم في النص. تمام، شكرا لحضرتك. ده شكل انا عايز من الادوات دي اعمل جهاز. رجع شوية، ايه؟ ارجع شوية أرجع أرجع شوية، أرجع هنا يعني. ايوه أيوة اتفضل حضرتك، عايزة تسأل سؤال؟ ايوه عيد الشرح شوية. أنا هنا ها لو أنا فصلت مولة الذبذبات، الموجة اللي طالعة دي هتبقى بتطلع ولا مش هتطلع؟ لما أفصل عند فصل مولة الإشارة، هل هتبقى فيه موجة طالعة ولا خلاص؟
تبقى انتهت. خلاص. خلاص يبقى هتبقى خط مستقيم وخلاص، ارسال وقف. حتى بنشوفها في ذبذبات في الافلام والمسلسلات بتاعت ايه، رسم ذبذبات القلب، تلاقي الموجه طالعه طالعه طالعه، وبعد كده بدا يديك ايه، يصفر، بدا يدي خط مستقيم، دليل على الانسان اللي على الجهاز ده ايه، الله يرحمه، مات الله يرحمه، الله يرحمه. تمام. من ميت ستار، ايه بتقول ايه؟ من ميت مين؟ بقول لك لو احنا جهاز بتاع رسم الذبذبات ده اللي هو بتاع القلب، مش دواء، مش بتاع صدمات القلب، في رسم ذبذبات برضه، حاجه اسمها مينتور، مينتور جهاز بيشوف رسم القلب، بيطلع لي الحاجات دي معايا. معك. لو الانسان اتوفى هيقلب بالخط المستقيم ده ولا لا؟ أيوة طيب اتمنى انك نشرح. أيوة تمام، احنا بس نحاول نشرحها بطريقه تانيه. طيب دلوقتي ايه اللي قدامي؟ بطه ريل، بطارية واير كهربي مصنوع من النحاس، وحديد مطاوع، ملفات ودبابيس. انا سلك الواير ده هعمل ايه؟ هعمله ملف، الفه حوالين ايه؟ مين يقول؟ حوالين المسمار. المسمار حوالين المسمار. وهنا الواير ده ليه بداية وليه نهاية، هوصلهم بمين؟ بالبطارية. بطارية بطارية هيتصنع حاجة اسمها الكتروماجنت. يعني ايه الكتروماجنت؟ مغناطيس مغناطيس كهربائي. كهربي. برافو، يجذب مين؟ الدبابيس. تمام. احنا دلوقتي هنتكلم عن المجال المغناطيسي. المجال ايه؟ المغناطيسي. تعال نشوف مع بعض دلوقتي هنا. ها بالنسبة للمجال المغناطيسي، بالنسبة للمجال المغناطيسي دلوقتي هنا ها، مين يخطط لي المجال؟ هل بنطلع من الشمال نروح للجنوبي ولا العكس؟ العكس، من الشمال إلى الجنوب، من الشمال العين إلى للجنوب. الجنوب. من الشمال خطوط المجال تطلع من بره تروح لمين؟ من للجنوب. الشمال إلى الجنوب. حلو، من الشمال للجنوب. اوكي، يعني بصوا حضراتكم تعالى نعيد العرض تاني ونرجع للبي دي اف عشان اعرف اكتب عليه. خليكم معايا، مشاركة العرض مرة أخرى. البي دي اف اهو، وصلنا للبي دي اف. بص يا حبيبي يلا بينا دلوقتي هنا. يبقى انا لازم تبقى فاهم ان هنا اهو لو شمالي يبقى يطلع منه كده، وهنا ساوث يعني جنوب، يبقى داخل فيه، يبقى داخل ايه فيه، يبقى طالع من النورث راح لمين؟ للساوث. الكلام ده يبقى تاني، يبقى طالع من النورث راح لمين؟ داخل للساوث. ده من بره. طب وجوه المغناطيس يمشي من ساوث النورث عشان يكمل الخطوط البيضاويه دي. فاهمين اللي بقوله؟ ايوه ده في الملف. لا، ده مغناطيس، مغناطيس دايم، ماجنت عادي، ماجنت، ماجنت يعني مغناطيس، ماجنت يعني ايه؟ مغناطيس. فبيطلع من الخطوط المجال من النورث تروح ترجع لايه؟ للساوث. ده من بره، جوه المغناطيس يكمل من الساوث ليه؟ للنورث. طب بالنسبة للمغناطيس اللي قدامه ده، هنا في نورث وهنا في نورث، يحصل تجاذب ولا تنافر؟ تنافر تنافر، تمشي كده وتمشي كده. طيب هنا بيقول لي السؤال اللي بيجي في الامتحان او جه قبل كده، ارسم خطوط المجال الناشئ عن تقترابهما من بعضهما وحدد اتجاههما. يبقى احنا عايزين نرسم، هنرسمها حالا، يعني هطلع برضه بالنورث لساوث، يبقى نورث اعمل كده، ساوث هيدخل كده، نورث كده اهو، يبقى اعمل سهم كده وداخل كده، وهكذا. هنا نورث نفس الفكره. صعبة؟ لا طيب أنا هحاول أبص في السؤال على النورث والساوث. طيب بعت كده التصحيح. طب بيقول لي اكتب طريقتين لزيادة شدة المجال المغناطيسي. زيادة التيار، زيادة عدد وإضافة النقاط قلب من الأسفل. حديد مطاوع. تمام، برافو برافو برافو.
هعمل إعادة عرض وأرجع للباوربوينت برضه اللي إحنا عاملينه. في ناس تاني عايزة تدخل؟ لا خلاص تمام. إعادة عرض تمام. فين الباوربوينت يا مستر؟ الباوربوينت مش موجود. خليكم معايا ثواني يا شباب حبايبي. بص يا حبايب، بالنسبة للشغل بتاعنا، لاحظ معايا هنا اهو ان تنورس وساوس، حسينا اللي هنا ان الخطوط هنا اهو قربت من بعض شوية، قربت من بعض على اساس ان تابعت وتابعت هنا بعد شوية. انا بتكلم على طريقة الرسم، لو هترسم رسم تطبيق تمام. بالنسبة للشكل اللي قدامي ده ما تلقيه بعرف الصورة. ايه؟ بتقول ايه حضرتك؟ مش سامعك. ما بعرف الصورة. الصورة مش واضحة صح؟ عشان كده، صح. عشان كده انا هكبر. واضح استاذي، حرك الشاشة عادي. تمام مفيش مشاكل، انا كده كده ان شاء الله لو ربنا سهل وفضيل النهارده اعمل لكم فيديو بارتو شرح بعيد عن الكلام بتاع حضراتكم، هبعت لكم بارتو الفيديو ده شيروه لاصحابكم. تمام هبعت لكم فيديو مختصر. نبغى نشوف الشرح، ما واضحة الصورة. نعم انا هبعت لك الشغل بتاعي بي دي اف، هتلاقي صورة وسؤال واجابة، سؤال واجابة. اوكي تمام. تمام. فتبقى شايفة الاجابات. بس انا عايز اعلق تعليق يا حبايبي. يبقى احنا عندنا هنا ها، لو بصينا عايزين بقى مغناطيس كهربي قوي، استخدم بطارية ولا اكتر؟ أكثر يبقى او استخدم بطارية كبيرة الجهد بتاعها اعلى. طب واللفات لو زودتها مش المجال المغناطيسي دي، أيوة وكمان الحديث المطوق، انا بستخدم هنا ها المسمار، الفايده بتاعته ان الحديد المطوق النفاذيه المغناطيسيه بتاعته اكبر من لما يبقى سلك ملفوف وخلاص. على فكره لو واير واير ولافه والقلب بتاعه هوا مع البطارية هيعمل لي مغناطيس، إنما اللي بيعمل تركيز لخطوط الفيض أكتر الحديث المطور. فعشان كده هنا هاي يبقى الإجابة بتاعتنا هو عايز طريقتين، إحنا نقول له ثلاثة. زيادة شدة التيار الكهربي، يعني بستخدم بطارية أكبر الجهد بتاعها أعلى فالتيار الكهربي يزيد، زيادة عدد لفات الإسلاك في الملف، وإضافة قلب من الحديد المطور. طيب بعد كده حبايب لو وصلنا للشكل اللي قدامنا شايفينه؟ أيه. انت عندك هنا نورث وهنا هنا نورث هنا ساوث، يعني قطب شمالي وقطب جنوبي. دي عربيه لعبه، سياره ايه لعبه. شمالي. انا دلوقتي بنسال سؤال، الشكل الاتي يمثل مغناطيسيا مثبتا على سطح لعبه سياره، قرب منه مغناطيس اخر فتحركت السياره في الاتجاه. يبقى انا لازم احط مكان اكس دي قطب شمالي ولا جنوبي؟ شمال. هذه شمال. شمال. عشان تمام برافو، عشان يحصل تنافر وتطير العربية اللعبة السيارة اللعبة. اوكي ممتازين. طيب ايه ده يا مستر؟ يمثل الشكل الآتي سلكا مستقيما يمر به تيار كهربي. تمام معايا يا شباب؟ السلك التيار معاك الى اعلى، هو عايز يرسم المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي يبقى بص عايز اقول لك الالكترونات طالعه لفوق او التيار الكهربي طالع لفوق، يبقى هنيجي رائعة. ايوه قولي اتفضل. أقول أنا أستاذ اتفضل. غبطة اليد اليمنى عكس اتجاه ايوه عقارب الساعة. برافو برافو برافو. خلينا في اليد اليمنى الامبير، قاعدة اليد اليمنى لمين؟ لأمبير. برافو، بتحدد اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في ملف ولا في سلك مستقيم؟ في سلك مستقيم. يمين السلك داخل، يساره خارج. يمين السلك هتلاقيه داخل أهو، داخل أهو،
ويطلع يلف كده، يبقى يمين السلك هيبقى ايه؟ داخل الصفحة. عكس عقارب الساعة. هتبقى عكس عقارب الساعة لو بصيتي من فوق. تمام، برافو. يبقى هنا اهو شباب يمين، يبقى هيلف كده. واخدين بالكم؟ البداية من هنا مثلا، يبقى هلف الدايرة كده اهو. السهم، السهم ده والسهم ده بتاع المجال المغناطيسي، اما السهم ده بتاع مين؟ بتاع اتجاه حركة التيار الكهربي. فاهمين يا شباب؟ ايوه صح طيب، يا استاذ. ايوه ايوه درسنا بعد كده القاعدة بتاعت فيلمنج لليد اليسرى. فيلمنج لليد ايه؟ اليسرى، عارفينها؟ بس عارفين بتحدد اتجاه ايه؟ مين يقول لي؟ تحدد اتجاه القوة القوة المغناطيسية. اللي بهام شدة الطيارة. لا استني بس، اسم حضرتك ايه؟ مين بيتكلم؟ انا مش سامع كويس. مين بيتكلم عشان ابقى عارف؟ طيب ما حد استاذ، مين؟ ما حد اطفال استاذ اطفال. تمام، ما فيش مشاكل يا شباب. هنا هقطع الابهام وتاء السبابه وتاء الوسطى، واخدين بالكم؟ فاحنا لو اتكلمنا عن الشغل بتاعنا هنلاقي اتجاه الحركه هو القوه. احنا فيلمنج اليد اليسرى بنستخدم، احنا عايزين نحدد اتجاه حركة السلك أو القوة المحركة للسلك. تيار كهربي بيعدي في سلك، لما السلك ده أدخله جوه المجال يولد قوة مغناطيسية تحرك السلك. تحرك إيه السلك؟ زي كده، هات السلك هنا أهو. إيه يا شباب؟ هات السلك وهات المغناطيس. لو إحنا قربنا المغناطيس لأسفل، لأسفل، لو قربت المغناطيس لإيه؟ لأسفل، تمام؟ يبقى هنا لقيت السلك اتجه لفين؟ لأعلى. التيار الكهربي كان ماشي كده اهو، ماشي؟ فبطلع ايديا اليسرى. ايديا ايه؟ اليسرى يا شباب. وهبدأ اتجاه التيار الوسطى ماشي كده اهو. يبقى اتجاه التيار هنا هيمشي كده اهو. تمام؟ والمجال من نورث لساوث، هتلاقي القوة الأعلى، تلاقي القوة الإيه؟ الأعلى، والعكس صحيح هنا أهو. اتجاه المجال يبقى من نورث لساوث، والتيار ماشي كده أهو. تمام؟ فهتلاقي هنا هو اتجاه القوة المحركة هتلاقيها الأسفل. هعمل لكم عليها فيديوهات بسيطة هبعتها لك في الجروب. يبقى قاعدة فيلمنج يد يسرى بتحدد اتجاه ايه يا ولاد؟ اتجاه الحركة، القوة المغناطيسية. عشان كده جه سؤال رقم 20، سؤال رقم 20 بيقول ايه؟ يوضح الشكل الآتي: سلكا يمر به تيارا كهربيا موضوعا بين ايه؟ قطبي مغناطيس. يبقى انا هنا بظبط ايديا اليسرى، اليسرى اتجاه السلك، يبقى ثلاث صوابع اللي من تحت الوسطى، تمام؟ وهعمل نورث ساوث، هتلاقيني مش مظبوط معايا، صح؟ هتلاقي القوة الأعلى، القوة الإيه؟ الأعلى، ولكن السلك هيتحرك لأسفل ولا الأعلى؟ هيبقى لأسفل. هعمل لكم عليها فيديو مخصوص للكلام ده، فيديو انا واقف وامثلها لك. يبقى لو اعتبرت انت هنا الحائط على يسارك النورث، وهنا ساوث، وهنا اتجاه التيار بنفس الشكل ده، انا ممكن اعمل حاجه بديله بس مش هتكلم عليها دلوقتي. طب هنا هو ماذا سيحدث للقوه المؤثره على السلك اذا تم زياده شده التيار الكهربي المار فيه؟ ستزيد فازداد. برافو عليك. طيب، يوجد ثلاث أنواع من الحث الكهرومغناطيسي، اللي هو الأساس العلمي للدينامو. إحنا درسنا الدينامو، صح؟ يبقى الحث الكهرومغناطيسي عايزين نعرف، وفي حث متبادل بين ملفين اللي هو أساس علمي للمحول الكهربي. في محول كهربي، الأساس العلمي بتاعه حث متبادل. الكلام ده كله يا شباب هندرسه بالتفصيل أكتر فيما بعد.
ولكن لازم تبقى عارف ان الدينامو فكرته حث كهرومغناطيسي. طب والمحول الكهربي ده فيه ملفين، ملف ابتدائي وملف ايه ثانوي، هنتكلم على الكلام ده فيما بعد بالتفصيل. يوجد 3 انواع دينامو. دينامو التيار المتردد يتركب من مغناطيس وفرشاة تلامس وملف وحلقة انزلاق. والتيار المتردد اللي هو امفيتريك او نسميه الترنيتنج كارنت، فتلاقيه طالع نازل يعني بيتغير الشدة وكمان الدايركشن الاتجاه وهكذا. في دينامو تيار موحد الاتجاه بيبقى فيه مغناطيس وفرشاة تلامس وملف، بس فيه مقاوم معدني او اسطوانة معدنية مشكوكة، ومفيش امتحان ياخده من الكلام ده. بالنسبة للمحول الكهربي هو الجهاز، الدينامو بيحول الطاقة الكهربية، الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربية، أو الطاقة أيوة الحركية إلى طاقة كهربية، صح؟ الدينامو المولد الكهربي بيحول إيه لإيه يا شباب؟ الميكانيكية إلى كهربائي. ميكانيكية يعني حركية، تمام؟ طب بالنسبة للموتور أو المحرك الكهربي اللي هو زي اللي موجود في المروحة، بيحول العكس طاقة هي إلى كهربية إلى ميكانيكية أو إلى حركية. يبقى المحول الكهربي والمحرك الكهربي بيحولوا. طب بالنسبة للمحول، هل بيحول؟ المحول مش بيحول. المحول ماله؟ الجهد. مش بيحول. أمال إيه يا مستر؟ مش هيحول طاقة لطاقة. الطاقة ثابتة، القدرة ثابتة في المحول الكهربي مثالي، إنما المحول بيرفع الجهد أو يخفض الجهد. يعني عارفين انتوا مثلا شاحن الموبايل ده محول، هو يرفع الجهد او يخفض الجهد. نفس الفكره شاحن اللاب لابتوب، يرفع الجهد او يخفض الجهد. ولو رفع الجهد هيخفض التيار، ولو رفع التيار يخفض ايه الجهد. ده كان هنشوفه فيما بعد، او هبعت لكم فيديوهات عن الكلام ده لوحده. وبنوصل لإن المحول الكهربي هتلاقي الحاجات اللي بتتغير، يوجد 3 قيم تختلف في الملف الابتدائي عن الملف الثانوي. أول حاجة فرق الجهد، عشان هيخفض أو يرفع الجهد، أو شدة التيار، أو عدد اللفات. فإحنا هنا بيرفع ويخفض على حسب اختلاف عدد اللفات في الملف الابتدائي عن الثانوي. برضه لازم تبقى عارف ان الملف اللي عدد لفاته كبير، فرق الجهد بتاعه كبير، والتيار بتاعه يبقى ايه قليل. معايا يا شباب؟ معايا يا شباب؟ أيوة أستاذ، طيب الملف اللي عدد لفاته صغير، يكون فرق الجهد بتاعه صغير، والتيار بتاعه بيبقى ايه، بيبقى كبير. مثال القانون بتاع المحول المثالي نحفظ مع بعض، بي بي على دي اس، بي يعني برايمري، اس يعني سكندري. يعني ايه برايمري؟ ابتدائي وثانوي. واس يعني سكندري يعني ثانوي. يبقى عدد اللفات زيها زي الفي وعكس الاي، فنبدأ بي بي على بي اس، ان بي على ان اس، اي اس على مين؟ اي بي اي بي. افتكرها كويس وتعال نحل عليه مسائل دلوقتي. استاذ ارسل هذا الموسيقى في الجروب. أنا حاضر، حاضر يا شباب. ابعت لي طب رسالة، رسالة على الواتس، وأنا هبعته لك على الخاص، عشان بحيث إن الناس تشتري الكتاب نفسه، صح ولا لأ؟ عشان بس مؤلف الكتاب يعني بيبشر علي. أنا هبعت لك كمان الباوربوينت ده. اللي عايز حاجة يبعت لي رسالة يقول لي أنا فلان فلاني مدرسة فلان، وأنا هبعته له على الخاص. ممكن؟ تمام يا شباب؟ تمام معاكم الأرقام، وهكتبها لكم تاني برضه. طيب لاحظ معايا في موضوع المحرك الكهربي البسيط، يعني المولد الكهربي، الشكل ده شكل محرك ولا دينامو؟ ده سؤال، مين يقول لي؟ محرك محرك. طب ايه الفرق بينه وبين الدينامو؟ الحلقة المشقوقة لا 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 لا، خلي بالك ان الحلقة المشقوقة دي يعني اسطوانة مشقوقة عكس الاتجاهية. موجودة في الدينامو برضو عادي، بس الفرق ان مكان البطارية حط ايه؟ مين يقول لي؟ مصباح. المبدلة احط مصباح مصباح.
هنا هيتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ الملف هنا يبدأ يلف، الملف المستطيل ده. تمام؟ إنما لما يبقى هنا في مصباح، يبقى لما أحرك الملف يطلع في الدائرة الخارجية بره وينور اللمبة. الأسطوانة المشكوكة ده في المحرك الكهربي وموجودة في الدينمو التيار الموحد الاتجاه. يبقى ده بيعكس اتجاه إيه؟ التيار. فبيسأل إيه دي أسطوانة مشكوكة؟ فايدتها إيه؟ عكس اتجاه التيار. هبعت لكم فيديوهات يا شباب برضه على الخاص، يعني اللي هيبعت حاجه هبعتها له على الخاص، شرح بالتفصيل الممل اللي هينفعك حتى لحد الصف الثاني عشر لو حتى عايز يعرف الدينامو او المحول او المحرك. طيب بالنسبه يا شباب، قارن بين التيار المتردد والتيار المستمر، مين يقول لي من حيث اتجاه التدفق؟ حد يقول كده بسرعه، احب اسمع. أحاطة بالإجابة، حتى يقراها. التيار المستمر يتدفق في الاتجاه نفسه، أما التيار المتردد يتدفق ذهابا وإيابا في اتجاهين متعاكسين. تمام، برافو. طيب، في سؤال جه دلوقتي بيقول يوضح الشكل الآتي: مغناطيس يتم تحريكه داخل ملف موصولا بأجيتر لإنتاج تيار كهربائي، اكتب طريقتين لزيادة قراءة الأميتر. انت فاهم حضرتك مشاهد قراءة زيادة الأميتر؟ التيار، لو زودت كيف يزيد شدة التيار؟ هو التيار الكهربي هنا هيجي من البطارية ولا هيجي من فين؟ حد يعرف؟ أيوة، من الحث من المتبادل ده. الحث الكهرومغناطيسي. الحاس الكهرومغناطيسي. طيب برافو، ممتازين، اكسلنت. طيب تعال نعمل فيديو بسيط كده لحث الكهرومغناطيسي. خليكم معايا ثواني. بص يا شباب معايا، خليكم معايا. أولًا عشان تعرف أنتوا شايفين العرض دلوقتي، عايزين تشوف خطوط المجال طالعة من فين لفين؟ مين يقول؟ بسرعة. الآن إلى الإس. تمام يا حبايب. بس طيب هنا ملف ولا ملفين؟ ملفين طب مين اللي هيطلع ملفين تيار أكبر؟ في عدد اللي. بيطلع صوت عندكم؟ أيوة أستاذ. طيب دلوقتي اللي فيه ملفين، لفتين ولا فيه أكتر من لفة؟ أكتر من لف، أكتر من لف. تمام. يبقى طيب، يبقى هي الفكرة حث كهرومغناطيسي بسبب تغير المجال. تغير المجال ممكن المغناطيس يبقى ثابت بس أغير أقلبه هيولد، فتتغير اتجاه الدايركشن بتاع المجال برضه بيستحث الإلكترونات اللي جوه السلك. فجوه السلك يعمل تركيز الإلكترونات في مكان أكبر وتركيز الإلكترونات أقل، ومن هنا هتتحرك الإلكترونات من التركيز العالي للتركيز إيه؟ المنخفض. أتمنى حضراتكم تكونوا فهمتوا الكلام ده. ثواني بس أجيب الشحن يا شباب، بجيب لكم ثانية واحدة، شحن اللاب عشان هيفصل. خد راحتك يا استاذ.
معاكم يا شباب؟ معايا؟ نبدأ نكمل؟ ايوه استاذ. يبقى احنا كده عرفنا ان سبب في تولد التيار الكهربي التغير بتاع المجال المغناطيسي. تمام يا شباب؟ طيب نكمل الشغل بتاعنا. يبقى عشان يزيد قيمة التيار الأميتر، يعني التيار الناتج من الحث الكهرومغناطيسي، أول حاجة أعمل إيه؟ أستخدم مغناطيس قوي أو أقرب. لحظة ما بقرب قيمة التيار بتزيد، وممكن أستخدم لفات أكتر. أوكي؟ تمام يا شباب؟ يبقى إيه الطريقتين؟ مين يقولهم؟ استخدام مغناطيس قوي، استخدام عدد لفات أكبر. تمام. والحركة النسبية، لما أقرب يعني أنا أحرك بسرعة، لما أحرك بسرعة هيتولد تيار كهربي أكبر. أوكي؟ تمام يا شباب. أوكي. في حد بيكتب حاجات بيقولته انت من جالس تتكلم، حاولوا يا شباب ان انتوا تركز ما تتكلموش اثناء ايه الا في الفيديو، اللي عايز حاجه تحت امره. طيب نكمل يا حبيبي. دلوقتي يا شباب احنا وصلنا للشغل بتاعنا، ندخل على السؤال اللي بعد كده. ده موضوع ايه يا شباب؟ ده موضوع ملف مولد كهربي. مولد كهربي يعني دينامو. هنا رسمة للتيار الكهربي والزمن، وتحت رسم أربع رسومات زي ما احنا شايفين، تيار كهربي وايه تاني؟